السلام عليكم الناس الخوت، بارطاجيو كلشي بارطاجي. دابا غنهضر على واحد الموضوع اللي مهم بزاف، وانا غنشوف دخلوا بعد الناس دخلوا وغنهضر على واحد الموضوع مهم بزاف اللي عاد هضرت قبيله. بارطاجيو باش نعمرو شويه باش نكملو على ابو زايتر. نهضرو على ابو زايتر اللي دابا عاد عيط ليا واحد النمره، عيط ليا فيديو. نخليو يطلعوا الناس شويه وغندير واحد الفيديو، واحد الفيديو صغير، ماشي فيديو، غندير لايف صغير غنساليه رابيدمون، مي غنقول فيه شي حويجات باش نوريو ونشوفو هاد ابو زايتر فين بغا يوصل، وهاد دغا لي دغا غنوريهولو. باسكو سي امبوسيبل واحد يوصل لهاد المستوى اللي كيسب الوالدين وكي سب الدين، اللي كيقول لك انا مدين. دخلوا وبارطاجيو باش نهضر معاكم دابا رابيدمون. دابا عاد جاني تليفون من عند ابو بكر عزيتر و قال شي هضره لي اش نقول لكم، كيقولوها غير ولاد السوق. وحنا عارفين اصلا الاصل ديالو ماشي طيب، اصل ديالو بلا ما نهضرو ياك، والمستوى ديالو ديال التربيه ديالو عارفينو بينا ناقص بزاف، بزاف الناس ما كيعرفوهش بالحق. باش يعيط لي انا ويسبني ويسب لي الوالده ديالي ويسب لي الدين ديالي ويسب لي الهضره اللي قال، كم كيقولوها غير اولاد السوق، هضره من صمت لتحت. كنتمنى دابا كيما عيطت لي ابو زايتر، ابو بكر الزايتر، كيما عيطت لي دابا عاد وسبيتي لي قلتي نعل الطا ديال امك ونعل هذا وهذا وهذا وهذا، داك الهضره الناقصه اللي كيقولوها الناس اللي ما مربينش بحالك، هاد الهضره انا ما نقبلهاش منك. وقلتي لي كتهددني بزاف، فهمتي راك غلط بزاف. بارطاجيو الناس، بارطاجيو باش نعطي واحد الميساج لابو زايتر، ابو بكر ابو زايتر، نعطيه له دابا اللي كيسحاب راسو حتى واحد ما يوصل له، سحاب راسو وصل كاين الله. دابا غنقول لكم واحد الهضره رابيدمون، نقولها ابو زايت ديريكت، بارطاجيو باش توصل له. ابو بكر عيطت لي دابا عاد وكتسب لي في التصيله في مي في الدين في كلشي، ما خليتيش، قلتي غتوريني غتربيني غتقول لي. اولا انا ما قلت حتى حاجه اللي ماشي هي هذيك، هضرت عادي داكشي اللي كاين قلتو، ما سبيتك ما هبطت بك ما درت والو. كليتي قتلات العصا باينه، كليتي قتلات العصا حيت قلت لك ما ترينيتيش. مي دابا بغيتي كتسبني وتقول لي انا غندير لك غنفعل لك، اش غدير؟ كليتي قتلات العصا معروفه، ما تشفناش بك، ما تشفيناش فيك، غير داكشي اللي قال خوك ما عجبنيش. مي
باش تبلي الوالده وتعرق ليا تعيط لي فيديو من نمره ما عرفهاش وانا كنت سايق غير جاوبتها كقصو غير ما بغيت نجاوب غير قص التليفون بغيت نهزو قصو باش تجاوب ذات صوت ماشي مشكل خرجت في كمارتك شوف ابو زايتر راه ما فيديكش دابا بغيتي مي جبتي معايا هاد العيب هذا وانا ما كنبغيش نجبد العيب انا ما كنقول حتى حاجه ما كنقول حتى حاجه واخا تكون كاع ما عرفش ما كتسوى والو انا ما نقولهاش حنا مربيين مي دابا غنقول لك اش كتسوى ما كتسوى حتى زفته ما رياضي ما بطل ما حتى زفته بطل المانيا ما بطل العالم ما والو وهذوك الناس اللي كتلعب معاهم كلهم ميتين لا انت لا خوك بجوجكم هذوك الافداخ اللي كتجيبوا باش تضحكوا علينا ما تضحكوش علينا يمكن تضحكوا على الناس اللي ما فاهمينش الرياضه مي حنا اللي فاهمين الرياضه هذوك الناس اللي كتلعبوا معاهم في UFC هذوك البطولات اللي ماشي بطولات وهذوك UFC راه كتلعب غير على ما يدخل داك كتلعب داك الماتشات على ما كيدخلوا الناس يتفرجوا في الطوب بحال حبيب على ما تعمر القاعه تما فين كتلعبوا نتوما باش تقولنا بطل العالم ما كاين والو ما تخلعوناش ما تخلوناش بهذا الشيء اي باش نقول لك راه حنايا خليناكم كبار ما بغيناش نوريو العيب ديالكم ما المستوى ديالكم هابط والعالم كامل عارفها والعالم كامل كيقولها غير ما كيقولها لكم فوشكم حنايا حتى حنا المغاربه حتى نكبروا بكم ما مي جبتيني انا وكتبلي الطاسله ديالي وكتبلي مي والدين ديالي انا غنوريك انا ما كنخاف من حتى واحد كنعرف الله سيدنا الله ينصرو بعيد على هادشي ما تبقى تخلعنا ما كنتخلعوش حنا سيدنا مي عرفتيه عرفتيه بالصحه والراحه صاحبك خوك اللي بغيتي دير سيدنا فوق راسنا وعينينا مي انت باش تجي تسبنا وصحابك ما حتى واحد ما يوصلك راك غلط حنا في دولة الحق حنا في دولة ديال القانون شنو بغيتي تحمى حنا في الجونجل ما تكونش غلط واللي كتقلب عليا تصيبني انا فين ما بغيتيني انا نكون ما عنديش مشكل مي تسب لي والديا غنوريك زعما صحابك بوطولة هذا بهاد الفورمة اللي درتي دابا انا ندخل معاك الرين نطحنك انا بهاد الفورمة انا هاد شحال هادي ما ترينيت داكشي اللي درتي دابا انا ناكلك كتلعب علينا تقول لنا انا سالينا جبتيني غتصيبني اي باش نتفاهم وانا وياك فين ما بغيتي نكون باش تقول لي انا تسب لي والديا وامي والدين علام حيت انا درت كومنت عليك زعما شكون بغيتي تكون ما نهضروش عليك خصنا غير نحلوها لك ما باش نهضر عليك ما كاينش عوم بحرك واللي في جهدك ديرو كاين الله الوطن الملك وكاين ربي وانت ما كتسوى عندي انا تبصلة باش نقولها لك ما بطل ما تزفت بطل كما كيقولوا عليك ديال انستغرام وسالينا هذا الموضوع الله يعاونكم واللي كان شي حاجه انا مرحبا ما كيخلعني حد انت ما كتخليش قاع